أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن مواصلة بلاده العمل يوميا بشكل مكثف على إتمام محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويأتي ذلك فيما يستعد الوسطاء الدوليون لاجتماع في روما لبحث وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل. قبيل اجتماع رباعي في العاصمة الايطالية روما يضم مسؤولين مصريين مع نظرائهم القطريين والامريكيين بحضور رئيس الموساد الاسرائيلي، تواصل مصر التاكيد لكافة الاطراف على ثبات موقفها بشان ضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لاطلاق النار وضمان دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة وحرية حركة المواطنين الفلسطينيين مع الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الاسرائيلي من الجانب الجانب لمعبر رفح البريه، وكان خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امام الكونجرس الامريكي قد اثار تحفظات كبيره لعدم تطرقه لاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في قطاع غزه او لصفقه تبادل الاسرى والمحتجزين، وذلك في الوقت الذي سعى فيه نتنياهو لكسب الدعم السياسي والعسكري في حربه الشعواء على القطاع. إعاقة نتنياهو شخصيا لمساعد توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار باتت أكثر وضوحا مع تداول وسائل إعلام أنباء عن تعديلات تعتزم إسرائيل إدخالها على بنود الاتفاق المطروح، ما ينذر بتعقيد المفاوضات وإطالة أمد الحرب، ونقلت رويترز عن مصادرها أن إسرائيل تريد فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع. مع سريان وقف اطلاق النار ما يشكل تراجعا عن الموافقه الاوليه على بند السماح للمدنيين بالعوده الى منازلهم خاصه في المناطق الشماليه وهو ما ترفضه حركه حماس وبالاضافه الى ذلك فان هناك نقطه خلاف اخرى تتعلق بمطلب اسرائيل الاحتفاظ بالسيطره على حدود قطاع غزه مع مصر وهو الامر الذي ترفضه مصر رفضا قاطعا مع تاكيدها الدائم ان للسلطه الفلسطينيه كامل السياده على المنطقه